اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات اهلا بالعرفج. اهلا بالعرفج. يا هلا والله بالسعادة. اهلا وسهلا فيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كيف برد الرياض؟ والله جيد. راح البرد خلاص. لا بس قبل لا تاكلني بالكلام، اول شيء انا شفت كل الاعداد عندك مفصل لهم ثياب، فيا ليت انا لانه ملوا الناس من الثوب الاسود، فصل لي ثوب كذا بني. احنا نفصل لك ثوب اسود عشان ما يبان، يعني هذه عاده تدمر. ما يبان فيها الوسخاء. طيب لا والله لا تنساني. بعدين قبل لا ندخل يا ابو سعاد، الحقيقه كثير ناس يكلموني على موضوع مهم جدا وهو عمال المعرفه. دائما الناس يتكلمون وايش معنى عامل المعرفه وايش معنى عامل. هذا مصطلح طلع في الثمانينات، طلع مع ثوره التقنيه اللي هي يسمونها الوسائط، علم الوسائط. ما عاد في ألقاب أنك أنت تقول والله طالب علم ولا شيخ ولا أستاذ ولا لا، في العالم أصبح وسائط. يعني أنا أتذكر مثلا، أعطيك سماح هذه الفكرة عشان تبسطها للناس. في الثمانينات كنت أشتغل صحفي، كنت أجيب المصور من جهة وأجيب مسجل أسجل، واحد يفرغ واحد يصف واحد كذا. الآن كل الأعمال ذي يقوم فيها واحد بالجوال، يسوي خبر صحفي، يصور ويعد المادة ويصححها ويرسلها وينشرها في غضون 5 دقائق. هذول عمال المعرفة. هو المصطلح طلع في فرنسا وبالإنجليزي مشهور knowledge workers، عمال المعرفة، وغالبيتهم ذولا يتعاطون المعرفة بمعنى أنه ما في تخصص، بمعنى ماني متخصص بهالشيء لكن عندي استعداد أني أعمل فيه وأعرف الطرق إليه. أيضا المعرفة، تعرف حنا أول نقول علم وثقافة، لا المعرفة أشمل. يعني أنت السباك من عمال المعرفة، النجار من عمال المعرفة، المزارع من عمال المعرفة، يعرف متى يزرع متى يحصد متى كذا. الشيء الثاني أنه هذا المصطلح يريحك من الألقاب الفخمة. أنا مكتب العمل هو مرجعي، لما أقول لك عامل معرفة ماني مرجعي وزارة الثقافة والإعلام. لما تقول، ودائما الناس يقول على أساس تسمي يا أخي عامل زي عامل نظافة عامل معرفة. أنا ما دعيت لقب كبير، ما قلت عالم ولا قلت أني بروفيسور، لا قلت عامل معرفة. عامل معرفة والله قالوا له مثلا كتاب سيكولوجيا الجماهير من ألفه، ما عنده استعداد أنه يتخرص، يدخل على جوجل يطلع والله غوستاف لوبون هو مؤلف سيكولوجيا الجماهير. إذن أنا عامل معرفة بمعنى أني أطلع. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني وهو لا يقل أهمية، توفي اليوم يعني الكاتب الكبير محمد حسن هيكل، ولازم هذا أستاذ لنا كبير، سواء اختلفنا واتفقنا معه، صحيح أنه موقفه من المملكة تراوح بين المد والجزر، لكن احنا دائما تعلمنا الإنصاف، مواقفه اللي ضد المملكة ما لنا علاقة فيها، لكن هو علامة فارقة في الصحافة العربية خلال نصف قرن. صحيح أنه بعد ما مات عبد الناصر والسادات قال كلام كثير، نوقش كثير، كتب عنه وكتب اختلف الناس حوله، كتب مقدمات لأكثر من كاتب سعودي لكتبهم، لذلك نترحم عليه ونقول أنه كاتب كبير. لا يعني رحمة الله عليه، طبعا موقفه من المملكة لم يكن إيجابيا أبدا. نعم. على طول الخط وبلا مبررات حتى اليوم رحمه الله، ولكن أعتقد من الفروسية. نعم. في هذا اليوم انصافه كصحافي مؤثر في العالم. صحيح. العربي، وصموده فترة طويلة كقامة إعلامية كبيرة. صحيح. وهو مؤرخ كتأليف ويعني أيضا كتابة وكحرفة نعم، وكصناعة مردود عظيم، والارتقاء بقيمة الصحفي العربي في وقت سابق جدا، فرحمة الله عليه. بالضبط. ولعلنا في يوم من الأيام في ميزان الكتب نجيب له كتابه خريف الغضب أو كلام في السياسة، أحد الكتب، ويصير فرصة كمان نتكلم. نعم. عنه رحمة حتى الله يعرف الأخوة المصريين والأخوة العرب أننا منصفين، حنا ما والله يتحفظنا، لا نقول أنه ما له وما عليه إذا جاء وقته. نعم. إن شاء الله ككاتب. طيب تسمح لي دكتور نبدأ في حلقتنا؟ نبدأ بسم الله وأشد الحزام. لا ما مشدود أنت حزامك منك وفيك. نروح إلى الخبر الأول من صحيفة الرياض. إمام المسجد النبوي يحمل المسلسلات والتطبيقات الهاتفية مسؤولية زيادة الطلاق. متابع. حذر إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي في خطبة الجمعة من التسرع في الطلاق وقطع حبل الزوجية وما يسببه من تفكك للأسر وتشرد للأولاد، محملا المسلسلات التي تعرضها الفضائيات ومواقع الشبكة المحرمة والتطبيقات الهاتفية المسؤولية. اهلا وسهلا بكم، تعليقك يا دكتور. يعني اول شيء انا اشكر الدكتور علي الحذيفي، والحقيقه انا كنت افتخر انه انا درست في الجامعه اللي درست في الجامعه الاسلاميه الشيخ علي. نعم، يعني انتسبنا الجامعه واحده وطلعنا منها ايضا.
أنا أحيي. ترى أنت للحين اليوم تقول انتسبنا، بعض الناس يحسب أنك طالب منتسب، أنت كنت متفرغ طبعاً. إيه لا لا يعني. بس عشان أوضح للناس. أيوة يعني كلنا نحمل شهادة الجامعة من هذه الجامعة، شهادتنا الجامعية، يعني ننتسب لهذه الجامعة وأنا أفتخر الحقيقة فيها لأنها لها فضل علينا، أي جامعة تخرجت منها يكون لك ولاء لها. أيضاً أنا أحيي في إمام المسجد النبوي الشريف، وأدعو أيضاً إنه فعلاً نلتفت يا أبو سعد لهذه القضايا الاجتماعية. أفضل من الانشغال في بعض القضايا السياسية اللي لا نملك فيها، يعني أنا أحترم قضية فلسطين وأحترم الشيشان، لكن واحد بسيط جاي بيطلق زوجته ولا مطلقها متردد، خطبة الجمعة دي ممكن تكون طوق نجاة له أنه يستمر في الحياة الزوجية. فهذه قضايا، والشيخ الحذيفي وأمثاله من المشايخ هم الكفو لهذه المهنة أنهم يتصدون لمثل هذه القضايا. أيضا شوف اللغة كيف تنقذ، هو لما قال أنه المسلسلات وكذا تساعد في نسبة يحملها مسؤولية زيادة الطلاق، هو ما قالت، لو قالت الطلاق قلنا لا، الطلاق موجود من قبل المسلسلات، من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود، لكن لما قال زيادة الطلاق هنا صارت في صار في اللغة له مخرج، وهذا كلام جميل فعلا. انت لما انا اتمنى علماء الاجتماع يصدون بهذا. المشكله ابو سعد انه المسلسلات لما تفتح عيون الناس يتصورون الناس انه المسلسلات هي الواقع، بينما المسلسلات ليست الواقع. لكن انا اعتقد يا دكتور ايضا انه مثل هذا الاستنتاج نعم. يكون مبني على دراسه. بالضبط انا جايك في الكلام، تركت قطعني دائما، الله يصلحك الله يصلحك. لا نوع من التصحيح. طيب يعني نوع من انا اقصد انه ان شاء الله ان الشيخ بنى افكاره على دراسات وبنى رؤيته على دراسات، ولا نستغني عن علماء الاجتماع، لان زي ما قلت لك عمال المعرفه يتعاونون، انا اعطيك احصائيه انت تحلل، الثاني يدخلها، الرابع ينشرها، هذول عمال المعرفه متعاونين على البر والتقوى ويبتعدون عن الاثم والعدوان. الشيء الثالث انه في موضوع الطلاق، في موضوع المسلسلات هذه فعلا لازم نركز. ترى دائما خبراء الذات يقول لك الخريطة ليست كالواقع والنظرية ليست، يعني كلنا في التنظير شاطرين، في التطبيق أقل شوي، التطبيق أقل. حتى القرآن راعى في النفس البشرية كذا، إنه الإنسان يفعل ما يستطيع، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، بقدر الاستطاعة أنت تسوي. الشيء الثالث إنه الأرقام، تعال الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة العدل خطيرة، كل 10 حالات طلاق، كل 10 حالات زواج 7 طلاق، أرقام خطيرة. والمحاكم تنظر يوميا بعدد لا يقل عن 60 قضية ما بين خلع وفسخ ومدري إيه إلى آخره. أنا وإنت ما نقدر نحلل، لكن نقدر نعلق الجرس والباقيين يعلقون الجرس، تجيب إنت علماء الاجتماع علماء كذا، وفي دورات أيضا قبل الزواج الإنسان ترى إنهم يقولون لهم ترى الزواج مو اللي تشوف المسلسلات، ولا النساء اللي في المسلسلات، اللي النساء في المسلسلات هذول النساء مسلسلات، ودائما لازم تحط يعني تحط قدام عينك إنه ترى النظرية غير التطبيق والخريطة غير الحقيقة. هذا اللي أتمنى يا أبو سعد، إلا أنت أكيد عندك وجهة نظر يعني تختلف وأحسن مني ممكن تقولها يعني. عفو الشيخ العمال موجود عندنا ما نقدر شيخ عمال المعرفة أحمد العرفج. المقال عفوا الخبر الثاني من صحيفة الاقتصادية، في السعودية 20 مليون مستخدم يحولون الإنترنت إلى سلطة. خامسة نتابع. كشف أحدث الإحصائيات الصادرة في يناير الحالي عن مؤسسة نحن والمجتمع العالمية للأبحاث التسويقية ومقرها في سنغافورة أن عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية وصل في 2015 إلى 20 مليونا من عدد السكان البالغ 31 مليونا و 850 ألف نسمة، يمتلك 11 مليونا منهم حسابات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة نمو 20% عن عام 2014، موضحة أن 10 ملايين يستخدمون منصات التواصل عبر الجوال بزيادة نمو 25% عن العام الماضي. تعليقك يا دكتور. لما تشوف مثل الخبر يا سعد دائما يقول لك الأشياء تتبين ضدها، أول شيء يلفت نظرك الإعلام التقليدي. وزارة الثقافة والإعلام مقدرة ولها كل الاحترام، لازم تتغير قواعد لعبتها. هي للآن يعني رئيس وزير الثقافة يلتقي مع رؤساء تحرير الصحف وهذا شيء جيد، لكن أنت الآن عندك وسائل أو ما يسمى الإعلام البديل أو السوشيال ميديا. الأرقام مخيفة، الأرقام تقول أن معدل السعودي يقعد 8 ساعات يوميا على النت، يعني يجلس يتصفح. السعوديين يشوفون تقريبا طبعا 19 ساعات طبعا. استغفر الله، لا انت مشكلتك تشخصن الموضوع يا ابو، ترى الموضوع اذا شخص انفسد. هذه من وين هذه؟ هذه رواه واحد من اصحابي. بعدين شوف الارقام اليوتيوب، يقول لك السعوديين يشاهدون يوميا 290 مليون مقطع فيديو، شوف رقم خطير جدا جدا جدا.
لكن تعال انت ليش تفوقت؟ لما نجي نفكر ليش السعوديين يعسكرون عند النت ويتعاطون الاشياء دي؟ فيها ثلاثة اشياء ايجابيه: السرعه، بسرعه انت تبث خبر، ثانيا ما لك رقيب ولا محاسب، انت تبث ما تشاء، ثالثا وهي الاهم انه تويتر والفيسبوك والواتساب طلع صوت المسحوقين والمهمشين والمنبوذين والذين لا صوت لهم. في المقابل هذه وسائل التواصل، ونعني لما نقول نعني الواتساب رقم واحد حسب الإحصائيات اللي عندي هنا، بعدين الفيسبوك، بعدين فيسبوك مسنجر، بعدين تويتر، هذه حسب ترتيب الإحصائية الدراسية اللي طلعت. هذه عربية ولا سعودية؟ لا سعودية. عندنا سعودية. أول شيء إيش؟ أول شيء الواتساب. أوكي. وهو جاب تقريبا كم 26% حصل على النداء، فيسبوك 25، بعدين 20 فيسبوك ماسنجر وتويتر. لأني أنا قريت إحصائية قبل شهرين والفيسبوك في السعودية تحسن كثير، كان هو المغرب العربي، المغرب ومصر والمغرب العربي كله، الخليج مسيطر على تويتر، الآن لا، الفيسبوك تقدم على تويتر حسب آخر إحصائية اللي صدرت قبل 3 شهور. وسائل التواصل الاجتماعي إيش سوت؟ هي قلبت المجتمع، كان في خاصة وعامة، الآن تبعثرت الأمور، صار الخاصة داخل في العام، كان في متن وفي هامش، ألغت المتن والهامش، كان في صفوة ودهماء، صار الصفوة والدهماء متشاركين. أنت تقرأ مثلا تغريدة لفلان من النخبة، تقرأ بعده واحد بسيط معه سادسة ابتدائي ليلي، من حقه يغرد، من حقه يقول لا اعتراض، أنا ماني ضد أحد، أنا كل اللي أطلبه شيء واحد هو التحقق من المعلومة. وهذا كل الناس توصي فيه، أنك أنت تتحقق من المعلومة، وأيضا أنك أنت يسميها علي الوردي الله يرحمه التحيزات الفكرية. مثلا أنا عندي موقف من الشيعة، أروح أجمع أدلة 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 على الشيعة، عندي موقف مثلا من الأخوان، أروح أجمع أدلة. لا، هو الأصل أنك أنت تدخل لوح أبيض وتبحث عن الحقائق، وبعدين أنت تكون رؤيتك وفقا للحقائق المطلوبة. مو أنا جاي مثلا بروتانا بدور أخطاء بلقى أخطاء، لكن لو جيت بدور صواب بلقى صواب. لازم أني أجي دائما وأنا خالي الذهن. فخطورة التواصل الاجتماعي اللي قلت لك اللي لازم تنتبه له وزارة الثقافة والإعلام، وهو صار الإعلام البديل بالواتساب وغيره، أنه سرعة البث أيضا تعطي إحساس لقي واحد يقوله جاتني رسالة، ولا يقول لك كما وصلني، مين انت كما وصلك؟ هو واحد بينشر خبر سيء لكن ما بيتحمل. لا تعالى على مستخدمي، لا ما تعالى، ترى انت في ملاحظه عليك الفتره الاخيره تعالى. لا والله يا ابو سعد، انا اللي بقوله انه هي يقول لك والله جاتني ما عليه، احنا ما نقول لك شيء، من حق المسحوق انه يطلع صوت، وبالعكس انا اسعد الناس اني اقرا. بعدين ترى في جوانب ايجابيه في السوشيال ميديا، شيء خلت الناس تقرا وتكتب. يعني زمان الواحد، ولذلك انت الحين لما تكتب ويقول لك واحد ترى في عندك طايم لأية، ما تتوقف، لا تروح ترجع تتعلم املا، وهذه فيها ايجابيه القراءه. يعني انا ضد ان الناس يقول لك ان السعودي ما يقرا، لا السعودي يقرا، بس ماذا يقرا هنا السؤال؟ ولا احنا نقرا باليوم لو لاحظت تقرا لك 20 ايميل 30 واتساب فيها خليط صح وخطا، لكن في الاخير هي قراءه ومعرفه وعلم تشوش عليك. مع الوقت يا ابو سعد صدقني كل ذا حيتغربل، زي الولد الصغير الاول ما يمشي يطيح مره مرتين ثلاثه، بعدين يصير ما شاء الله يشترك في اختراق الضاحيه في نادي الاتحاد ويطلع الاول. فانا اقول لك انه انا اللي يهمني الان الجهات الرسميه لازم سواء كلها تعيد النظر اول شيء من خلال المشاركه الفعليه بهذه الوسائل التواصل الموجود، ثاني استغلالها، منعها مو منطق ولا رقابتها، المشاركه فيها هي الحل. نعم. إذا نروح للخبر الثالث السادس أنك دكتور والمشاهدات والمشاهدين، من صحيفة الوطن: 161 قضية مخدرات تنظرها المحاكم يوميا. نتابع. تنظر المحاكم في 161 قضية مخدرات يوميا، إذ كشف تقرير رسمي صادر عن مديرية مكافحة المخدرات إحالة 112775 قضية خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وفصل التقرير المضبوطات مشيرا إلى أنها شملت 106 أطنان و374 كيلوغرام من مادة الحشيش و120 كيلوغرام من الهيروين النقي و543 كيلوغرام من الكوكايين و219 مليون قرص كبتاغون خلال الفترة نفسها. وأكد التقرير الذي عرض خلال تفعيل برنامج نبراس في الأحساء أمس أن الهدف من عمليات التهريب والترويج ليس تجاريا، بل استهداف شباب المملكة وزعزعة المجتمع. جهد عظيم خصوصا في فترة تاريخية مهمة. صحيح. شوف يعني في ظل الحروب الخبر هذا استهداف. نعم الخبر ذا ما يعنيني فيه ده شيئين فقط. أول شيء تحية رجال المخدرات، والله والله يا أبو سعد هذول المجاهدين المجهولين، هذول المجاهدين اللي ما حد يعلم عنهم. صور أنت كميات الكبيرة، اليوم تصريح اللواء أحمد الزهراني مدير عام مكافحة المخدرات يقول ثلثي
المقبوض في المملكة من الكميات التهريب تعادل ثلثي المهرب في العالم. يعني أنت يعني لو قلنا أنه مثلا العالم قسمه ثلاثة، ثلثين يمسك في السعودية والثلث الباقي. طبعا هنا سؤال كبير، لماذا يعني السعودية أكيد فيها استهداف، خلينا نقول زعزعة أمن، خلينا نقول جهات مشبوعة، عدة عوام ما نقدر نحددها. أيضا أنا يهم أن يسترجع كلام المفتي. المفتي يعني جزاه الله خير مرة وصفهم زي ما هو موجود في وسائل المصادر والمراجع، قال أنتم مجاهدين، مجاهدين في سبيل الله ونحييهم. أنا فقط برد يعني هل الفكرة كلها أقول الشيخ المطلق. نعم. الشيخ المطلق والشيخ المطلق أثنى عليهم، والمفتي وصفهم بالمجاهدين. نعم. وأنا أقول هذا الجهاد الحقيقي فعلا كل رجل مكافحة مخدرات هو على ثغر زيه زي أي رجل آخر لحماية هذا البلد. ايضا شوف الرقم 161 قضيه في اليوم، ترى هذا يعني فعلا انت احيانا تلتمس العذر للمحاكم اذا كان انه بس المخدرات في اليوم 161 قضيه في اليوم الواحد. هذه احصائيات، احنا ما نتكلم والله. انا اقول لازم كلنا نفكر، ارباب اسر، ائمه مساجد، دعاة، مصلحين، جامعات، نفكر كلنا جميعا لانه في الاخير هذا وطننا. ولازم احنا فعلا في امور ما يعني مساله حمايه الوطن من افه المخدرات هذه ما فيها لعب ابدا، لان المخدرات لا تدمر واحد، تدمر وطن، تدمر اسره. فانا بس فقط اني والله احيي هؤلاء الناس اللي مع الاسف يعني نادرا ندعي لهم، نادرا نتذكرهم، نادرا وهم فعلا يعملون. يعني وانت تعرف احيانا مع المداهمات تحصل قتل، لانه واحد مثلا مهرب يصير ما امامه الا يا انه يهرب يا يموت، فبالتالي يصير منتحر ممكن يقتل. ودائما تسمع في الصحف ونقرا انه استشهاد رجال مكافحه المخدرات. أحييهم وأحييهم بقوة فعلا وأشكرهم. نعم يستاهلون. نستاذنك دكتور والمشاهدين والمشاهدات في فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم من جديد، لازلنا مكملين في حلقه جديده من حلقات يا هلا بالعرفج مع ايقونه الفرح الدكتور احمد العرفج. يا هلا، اهلا وسهلا فيك. يا هلا، الله يجعلنا من السعداء ان شاء الله. نروح الى الخبر الرابع ربما من صحيفه المدينه، جدل حول منع جروبات الواتساب بين الطالبات والمعلمات في الشرقيه. نتابع. أثار قرار في مدارس البنات بالمنطقة الشرقية لجميع المراحل التعليمية بمنع الجروبات عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب بين الطالبات والمعلمات وبين المعلمات والأمهات الجدل بين أوساط المعلمات وأمهات الطالبات، حيث تلقت الطالبات والمعلمات تعليمات بذلك بحسب قرارات إدارات المدارس. طبعا كان هذا هو تصريح الأسبوع، تفضل يا دكتور. أيوة طبعا، أنت لما أنت تتكلم عن منع، هو طبعا في ديسمبر العام الماضي صدر من وزير التعليم منع عمل جروبات بين المدرسين، بين المدرسات والطالبات. احنا الحين ما يهمنا المنع صح ولا خطأ، يهمنا آلية التطبيق. مشكلة يا أبو سعد دائما الناس تفكر في المنع بشكل بسيط لكن ما يفكر بالي. يعني مثلا أنت تمنع التدخين في الملاعب، الآلية كيف؟ يعني حتحط عسكري جنب كل واحد يدخن، يا يعني أنك تحط نظام وتطبقه، أو إذا ما قدرت تطبقه لا تحطه لأن كذا تضعف شخصيتك. الآن آلية المنع، مو معقول أنه تحط تفتش على كل مدرسة في جوالات الناس تشوف هل في جروب ولا ما في جروب، فآلية المنع هذه غير واردة. أنا استطلعت الأمر من مدرسات ومدرسين وأيضا كل ما كتب في تقريبا في النت، لقيت في مؤيدين وفي معارض. المؤيدين من المدرسات تقول لك والله أنه أنا أتواصل مع الطالبات، أعرف عندهم استفسارات الواجب اللي ما هي اللي بكرة ما تبغى تجي، من مدرسة تقول ترى بكرة ما حجي أو حضروا المادة الفلانية. هذه أدلة القابلين. أدلة المعارضين مدرسات كثير تقول لك أنا والله أطلع من الدوام وراي بأسرتي وراي كذا، ومعقول بالليل ترسلوا لي تعميم والصبح العصر ترسل لي واحدة بقابلة صفحة كم الواجب ومدري، فيها دوشة. أيضا لما تيجي تفكر من ناحية أخرى، ليه ما نفكر في هذه الوسائل بشكل إيجابي؟ أنا أقول وهذا اقتراح من المدرسين والمدرسات أنه يكون التواصل مع أرباب وأمهات الطالبات، مديرة المدرسة،
بالحالة أو المديرة والوكيلة، بحيث أن المدرسة لها شغل تبلغ. أنت تعرف التحفظات اللي عندنا، لما تجي للمتحفظين قال لك لا يا أخي علاقات خارج المدرسة، تحرش، استدراج، الطالب لما يكون له علاقة بالمدرس تضيع هيبته ومدري إيه وكذا. شوف ما أنت هنا أدلة مقنعة وهنا أدلة مقنعة، لكن إحنا ممكن نصل لحل بمعنى أنه يكون اللي بيدهم القرار أو بيدهم الحكمة تكون بيدهم. أنا طلعت على تجربة جميلة بالذات في المرحلة الابتدائية، الأطفال ما عندهم جوالات، أولياء الأمور مع المدرسة يكون عندهم جروب واتساب، والله ترى ابنك اليوم ضعيف في مادة المطالعة، ابنك اليوم، الأب أيضا ترى ابني اليوم مسكوم ولا يقدر يجي. هذه أسرع، نستغل وسائل التواصل للجانب الإيجابي. أنا أعتقد أنه يجب على وزارة التعليم أنها تفكر في هذه التقنية اللي ربنا رزقنا فيها تسهل أمور الناس، أما نحط دائما العراقيل، أي فكرة تجي نحط عراقيل مباشرة نقول لا أنه كذا وكذا. إذا أنه حصل حالة حادثين فهذه ما تلغي 90% من الحالات الناجحة. أنا أقول لك الجروبات بين المدارس وأولياء الأمور إيجابية، خليها على مستوى الكبار مبدئيا. أنا كل اللي يدرسون في الابتدائي يكون عندهم جروب مع المدرسة مع مدير المدرسة والوكيل، بحيث أنه يوصل لهم الرسالة. ولا صحيح أنه في خصوصية أنا ما أقدر أقول والله قدام الجروب كلهم يا محمد ترى ابنك فاشل ولا ضعيف في الإملاء كذا، نحطم الشاب. فهي تنظر لها من عدة جهات، وأتمنى نصل لحل، يعني ما نقدر نعطي حل لكن نعلق الجرس. نعم، ودائما يعني كل شيء فيه قانون يحل يريح الناس كلهم. صحيح صحيح، وتطبيقه أيضا بشكل سريع. نعم. خلينا الآن نروح إلى كاتب الأسبوع. هذه المرة وقع الاختيار حسب طبعا معايير البرنامج على الأستاذ تركي الدخيل، واختر له مقال من صحيفة الرياض بعنوان الإنسان بكونه سيجارة، ويكتب الآن في عكاظ طبعا. خلونا نشوف أو نسمع هذا المقال ثم نعود. المقال المختار لكاتب هذا الأسبوع تركي الدخيل من صحيفة الرياض بعنوان الإنسان بوصفه سيجارة، يقول للإنسان دوائر عديدة يعيش فيها خلال حياته الطويلة أو حتى القصيرة، وهو خلال مسيرته ينتقل من مجموعة دوائر إلى مجموعة أخرى من الدوائر تبعا للمرحلة التي يمر بها. عمله دائرة، وبيته دائرة أخرى، وأصدقاؤه دائرة ثالثة، واهتماماته الشخصية دائرة رابعة. أنجح الناس هم أولئك الذين يستطيعون أن يفصلوا بين كل دائرة وأخرى، فلا تدخل دائرة في محيط غيرها فتحتل ما يلزم أن تعطيه لكل واحدة من عناية أو اهتمام أو وقت وغير ذلك. صحيح أن الفصل التام بين الدوائر مهمة تكاد تبدو مستحيلة ولا يمكن أن يقوم بها إلا الآلات، أما البشر فهم في الغالب بعيدون عن الميكانيكية والقوالب الجامدة، لكن فصلا ما سيحقق شيئا من رضا وأوجها من نجاح. من يحمي كل دائرة من التداخل والذوبان في الأخرى يحافظ على كل دائرة من الآثار السلبية التي تنعكس عليها من طغيان الدائرة الأكبر ولو جزئيا ومرحليا. ما علاقة زوجتك وأطفالك لتعكس عليهم سطوة مديرك في العمل ودكتاتوريته وتسلطه ولو من وجهة نظرك أنت؟ ما علاقة عاملتك المنزلية لتفرغ في وجهها ما تعتقده أنه سوء تصرف من زميلك في العمل أو قلة دبرته في تصريف الأمور والأشياء؟ ما علاقة مديرك في العمل ليتأثر إنتاجك بمزاج زوجتك السيء وتقصيرها في تلبية واجباتك الشخصية أو واجباتك الأسرية؟ كل أحد يواجه مشكلة هنا وأخرى هناك، ضعفا في دائرة من دوائره اليومية بسببه أو بسبب غيره، لكن كل أصحاب دائرة ينظرون للموضوع من زاويتهم وينتظرون منك عطاء ووجها طلقا وواجبات والتزامات، ولا يرون دائرك كلها بعينك الشاملة التي ترى الجميع. لذا فسيظلون يطالبون بحقوقهم بعيدا عن استنزاف الدوائر الأخرى لك في متطلباتها العالقة والمجنونة. صحيح أنك مع الوقت ستحس بأنك سيجارة تحترق وتتضاءل شيئا فشيئا، لكن المهم أنك سيجارة يتناولها الجميع بشراهة ونزق في أجواء لا صدى فيها لجمعيات مكافحة التدخين. ابدا بس خف على تركي. ابو عبد الله حبيبي، ابو عبد الله لو قسيت عليه يتحمل. شوف يعني لو رجعنا، ابو عبد الله بدا صحفي، وانا اذكر بدايته في الصحافه كان في المسلمون والشركه السعوديه للابحاث والتسويق، وكان للامانه صحفي ممتاز وحقه وغطى كذا خطوط نار في اليمن وفي غيرها. لا تنسى الحياه وايضا بعض. نعم، والحياه كلها وكالات الانباء ايضا عكاظ مر عليها شوي زمان. نعم، والحين عاد لها. بالضبط، بدا هو في بدأ أولاً، يمكن أتذكر بداياته بدأ يكتب في الندوة أيام انطلاقتها في التسعينات، وبس ما استمر
أنا أتذكر ولادة تركي ككاتب في الاقتصادية في الصفحة الأخيرة. بس إحنا نذكر الناس نتكلم عن تركي كاتب طبعاً اليوم. طبعاً بس أنا هذا تمهيد إنه استفاد من تجربته الصحفية في الكتابة، هذا اللينك اللي بين الفكرتين. أنا أتذكر إنه في عام 2000 أنا والتونسي وتركي وكان معنا أصدقاء، فتركي فالتونسي طلع قرار فجأة كذا وقال التركي الدخيل أنت تكتب 3 مرات بالأسبوع وأنت يا أحمد يومياً. من بعدها أنا بعدها كنت أكتب يومياً، بدأنا سوا. أنا يومي ضغط علي لأني يتيم، لكن تركي ما قدر عليه، قال له يومي، قال لا 3 مرات في الأسبوع. انطلق من بعدها تركي، بدأ إن شاء الله بدأ يكتب أظن 2 سنين، وبعدين انتقل بعدها إلى الرياض، بعدها انتقل أعتقد إلى حسب ما أتذكر الوطن، وبعدين الآن رجع العكاظ وتوقف. والآن أنا أعتقد الوطن بعدين الرياض بعدين عكاظ، يمكن أو يمكن إنه المهم إنه هو إحنا نتكلم عن مسيرته. سألت أبو عبد الله قبل أمس في مكالمة مطولة بين عن ماذا تعني له الكتاب، والحقيقة جاب إجابة مميزة يمكن أول مرة نسمعها. قال إنه الكتابة هي أهم مخرج من المخارج الضيق لما يكون عندك ضيق، وهي أفضل علاج للاكتئاب. والإنسان يعني لما يكتب يشعر أنه خفف من الاكتئاب، وأيضا بدأ يدخل في حالة العلاج إذا كان عنده أتعاب. سألته عن أصعب مراحل المقال، والحقيقة أيضا إجابته كانت مميزة. قال هي الفكرة ولكن من شقين، ماذا تكتب وكيف تكتب. شوف هو ماذا تكتب هذه صعوبة، وكيف تكتب أصعب. وعطاني مثال ممتاز، يعني أنت بتتكلم الحين عن غلاء المهور، موضوع عادي ترى، لكن أنت لو كتبته برؤية مشرقة وفكرة نادرة الناس تبدأ فيه. الحين مثلا كلنا نتكلم عن التطرف ولا العنصرية، العنصرية هو تجريم العنصرية، هذا كلنا نقوله ترى، جدتي تعرف تقوله، لكن أنت كيف تقوله. فهو قال أصعب مراحل المقال نقطتين ذي، ماذا أكتب وكيف أكتب. سألته عن متى تضع العنوان، قال دائما في الأخير إلا إذا شككت في الأمر، فأنا بس أحط عنوان مبدئي على أساس ما أنسى، ولا هو دائما في الأخير. سألته أيضا عن الكتابة الاجتماعية، فقال يا أحمد لا، الكتاب عندهم وهم أنه مجرد ما يكتب يغير الكون، ولا حتطلع مظاهرات، ولا نرفع سقف التوقعات. قال أنا أكتب لأني أؤمن بفكرة، أكتب من أجل الكتابة وأؤمن بالفكرة هذه وأبغى أبررها، وإجابة الحقيقة منطقية ومعقولة. سألته أيضا عن الرقيب وكانت أيضا إجابة مميزة. قال تعاملنا مع الرقيب مثل الولد الطفل مع أمه، بيطلع برا، مرة يحب راسها، مرة يترجاها، مرة يصرخ، مرة يلح، مرة يطلع من وراها، مرة. فهي المسألة دوائر إنها تمج. وأيضا لفت نظري إلى فكرة، وهذه أيضا قالها، قال إنه استغلال الفرص. تعرف أنت أحيانا يعني مثلا بعد حريق المدرسة ارتفع الهامش، تستغله أنت بسرعة بسرعة، لأنه يجي بعدين يعني توجيه للصحف إنه هدوا اللعب هدوا اللعب. فهو يقول أنا أجيد استثمار الفرص هذه، وهو فعلا يجيدها. يعني دائما تلاحظ مثلا لما تصير أزمة بين دولتين يرتفع هامش النقد، بعدين إذا تصالح والدولتين هدي الأمور وخلي اللعب أرضي. فهذه النقطة أيضا قالها. نجي يا حبيبي لموضوع، لو أردنا عنوان لترك الدخيل طويل نقول ترك الدخيل ما بين هاجس التكرار وفن الذكاء والابتكار، هذا العنوان العريض له. أول ملاحظاتي على تركي هو التكرار. أنت لو لاحظت 20 مقالة الأخيرة لقيت نصها عن داعش والإرهاب، جميل أنه هذا موضوع مهم، لكن من حق قراء تركي على تركي أنه ينوع لهم، مرة إرهاب، مرة سلطة، مرة فول، مرة كبسة حاشي، مرة كباب، ينوع، بالذات أنها تكون متقاربة. أنا أقول لك إحصائيات هذه. الشيء الثاني أيضا أنه من ملاحظاتنا عليه هو مراقبة الترند، وهذه من حقه طبعا. أنا ما أدري أعتبرها ملاحظة أو إيجابية، أنه مثلا جن الجن في مستشفى عرقة ذيك الأيام يطلع، يعني يكتب قبل يكتب قبلها بيوم يشوف الترند حق تويتر وين صاعد، فهو وهذا جيد ما أحد اعتراض، لكن نرجع نقول كيف التناول. هذه أنا قلت لك قد تعتبرها إيجابية وقد تعتبرها ملاحظة. أيضا وسمى الزاوية، وسمى زاويته من ثقب الباب، طبعا فيها يغال في الرمزية. احنا بنرجع لطلع مداح، كل ما دق الهوى الباب قلت إذا المحبوب جاني، الهوى والباب كذاب ما يريد إلا امتحاني، ندخل ثقب الباب، قصيدة نزار إنه ثقب الباب المرأة ترم، يعني رمزية متوهة، وهو يكتب لجمهور طبيعي وعادي وكذا، فيها إغال. أنا المدخل اسم الزاوية مدخل يعتبر دائما. أيضا التخلي من الملاحظات، التخلي عن بصمة الأولى. تركي لما كان في الوطن كان له بصمة مميزة، كان تراثي أكثر، مثلا يختمها أبو عبد الله غفر الله له، زي أبو عبد الرحمن بن عقيل يقول له دعاء مثلا، الكتاب اللي لهم هو استقاها من التراث، وجميل توظيفها، تخلى عن بصمة الأولى. آخر ملاحظاتي على أبو عبد الله هو التنقل بين الصحف والانقطاع. تعرف أنا قلت لك أن ذاكرة الناس كالقطط تنسى بسرعة، يعني لما يختفي تركي بعد أسبوع الناس تنسى،
أخونا الحي أبو فهد الله يذكره خلف اختفى الآن، الناس نسيت بسرعة تنسى، فأنت دائما ظل في المشهد. استمر، نجي للإيجابيات. أول إيجابية الذكاء ثم الذكاء ثم الذكاء، يعني أبو عبد الله تتفق تختلف معه، ما يمكن إلا تنصفه أنه ذكي ويعرف كيف يمرر موضوعاته بذكاء، لذلك نادرا يمنع التركي مقال ونعتبرها براعة. وقلت لك أول، قلت لك أي كاتب يمنع له مقال هو ضعيف، زي يوسف الثنيان لما كل مباراة يأخذ كرت أحمر. يوسف الثنيان فنان لكن كل مباراة تأخذ كرت أحمر، معناته أنه في مشكلة في التعامل مع التحكيم. تركي يجيد هذا الشيء. أيضا مهارة الإيجاز، شوف المقال الجميل هذا، السجارة، يعني لازم تنصف الناس يا أبو سعد، مقال جميل وصف لك الدوائر. أنت زوجتك مضارب أنت وياه، تروح تحط رعاه حرك بالمديرك، ما هو معقول أبدا، أو أنه موظفينك أو كذا دوائر، ففي إيجاز في شغل. أيضا الشغف في الكتابة، يعني شوف تركي لما يكتب هو يمخمخ، تعرف لما واحد يكتب وهو مدفوف زي الولد الصغير اللي يأخذ أبوه من الصبح المدرسة كذا، لا تركي يروح يكتب المقال كأنه موعد زوجته على موعد عشاء بمناسبة رأس السنة أو بعيد الحب أو آخر شيء أو شيء من المناسبات الجميلة، فهو يحتفل بالكتاب احتفال. أيضا آخر ملاحظات الإيجابية عليه اللغة والرشاقة. شوف تركي خريج المدرسة التراثية وخالطها بشوية معاصرة، فجاية اللغة جميلة، لذلك ما عنده حشو. هو يذكرني طبعا بمقالاتك علي، يعني ما عنده حشو، ما تلاقي قد التي وسائل الربط هذه بين الكلمة فتجد عن تركي. لذلك مقال وتقرأه يعني معصور عصر، يسمي قليل الدسم، ما في شحوم زايدة، ما في ترهلات. أنا إذا كنت أقترح على أبو عبد الله شيء، أقترح عليه عيد النظر في اسم الزاوية، وأقترح عليه أيضا عدم التكرار، وحييه على جهده وعلى لذة الكتابة عنده، أيضا على حيويته في الطرح واستمراره لمتابعة المشهد. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على رسول الله، وننصح بقراءة، نتمنى له التوفيق، وأتمنى أن زحمة العمل لا تسرقه من يعني خروجه إلى الكتابة التي تريح كما قال الفاصل، ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا مكملين معكم في يا هلا بالعرفج. يا هلا بالعرفج مره ثانيه وثالثه ورابعه، فقرتنا هذه للمتزوجين فقط، لك تفضل. هي من كتاب يوميات مع الازواج والزوجات لعامل المعرفه العرفج. شوف هذا مثل اسباني، والله الغرور، لا غرور، يعني هذه تفضل فخلاص، هذه اسمها معلومه يا ابو سعد، ما انا قلتها تعيدها. أي طيب، قلت طيب انا اسف. في مثل اسباني يعني يقول لك احسن حظ الرجل واسواه هو زوجته، احسن واسوا. هذا المثل طبعا تم ترجمته على عده لغات، مثلا يقولون وراء كل رجل عظيم امراه، ويقولون وراء كل رجل فاشل اكثر من امراه او امراه. يعني الدنيا متاع، الرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، بمعنى أنه هو أنه دائما الزوجة مفصل في الحياة، يا أنها توديك القمم يا توديك القاع. هذا المثل الأسباني، احنا دائما نحاول نجيب من أمثال برا عشان لا أحد يزعل. هنا لو قلت شيء قالوا لك أني مدري، أنا دائما أضرب المثل في الحيوانات وأمثلة الشعوب، لأنه البرتغاليين ما هم دارين عنه يا هلا بالعرفة يحاكموني ولا شيء، لكن لو قلت والله فلان الفلاني يقول أحمد شوق قاموا عليك وسولنا مشاكل. فهذا السبب أن نقول أنه فعلا يعني من نعم الله على الإنسان أنه يرزقه زوجة صالحة. إيش باقي طلب؟ خلاص الموضوع. طيب بس هو تمرير فكرة المثل فقط. طيب نروح مزاين الكتب المسموعة، سيكولوجية الجماهير، جوستاف لوب. أيوة طبعا في المسموع أيضا نفس الشيء. وأنا نحيي أبو صلاح الأستاذ فالح الرويل الذي ما زال يعني يقاتل، نعم، في المعرفة ويبلغك تحياته. هم الأسبوع ذا غيروا إلى بدال الكتاب فكرة سموه المعرفة قوة، وأنا أعيد. وشوف هذا يا أبو سعد الحقيقي، يعني أنت لما تفكر العرفة جاء هنا ليش؟ أنت إذا كنت صاحب كان أصحابك كثير، اللي جابني هنا هو شيء واحد، المعرفة. المعرفة
لذلك من علم, يقولون علماءنا أهل التراث, يقول من عرف حجة على من لم يعرف, ومن علم حجة على من لم يعلم. المعرفة هي اللي ترقيك, المعرفة هي اللي تخلي بالعلم والمجد يبني الناس مجدهم, لم يبنى مجد على جهل وإقلال. العلم يرفع بيتا لا عماد له, دائما المعرفة هي اللي تقدم بين الناس. نجي لسيكولوجيا الجماهير, هذا الكتاب خطير يا أبو سعد, هذا على مستوى دول. غوستاف لوبون عاش يمكن قبل 150 سنة, هو أديب فرنسي مع الأسف حورب في فرنسا, الجامعة اللي تخرج منها رفضت يدرس فيها, وبعدين قرروا كتابه. فالمترجم الكتاب الأستاذ هاشم صالح الكاتب في الشرق الأوسط, الكاتب الجميل في الشرق الأوسط, هو اللي ترجم الكتاب وقال هكذا تذهب المناصب ويبقى أهل العبقريات أكبر من المناصب والوظائف. الكتاب هذا يتكلم عن سيكولوجيا الجماهير. عشان نطلع من الموضوع خلينا نتكلم عن الجمهور, ونمون على جمهور الاتحاد. جمهور الاتحاد, جمهور إيس ميلان, جمهور كله عقلية واحدة. إيش مزايا الجمهور هذا؟ مزايا الجمهور أول شيء أنه لا يتأمل, يغتر بالصورة, يقول لك أن الإنسان حتى العرفج العبقري لما يكون وسط جمهور يصير مع الجمهور. أتذكر أنا وأنا صغير يمكن عمري 16 سنة حضرت مباراة الاتحاد, وكان الحكم كل الجمهور يسب وأنا ساكت, فاللي جنبي قال لي أنت ليش ما تسب؟ ايش بك كذا؟ فانا اضطريت اسب لانه ممكن اضرب, فاضطريت اني اساليهم. هو ايش يشبه؟ يقول لك ان الان المطر في السماء مطر, لما ينزل المطر في الارض ما عاد يصير مطر, يصير سيل. فيقول انه الانسان اذا انخرط في جماهير تخلى عن كل القيم اللي يعرفها, انك انت دكتور ولا ذا, لك تشوف انت في المظاهرات طبيب ومهندس وسواق تاكسي كلهم نفس العقليه. فانا اقول لك اقرب شيء لها عقليه الجماهير في الرياضه. الخطورة وين؟ خطورة أنه كيف هذه الجماهير تقاد. يعني موسوليني وهتلر وذا كانوا عندهم اللعبة أنهم يقودون الجماهير, وقادوها بشكل مخيف. كتاب سيكولوجيا الجماهير أول من كتبه غوستاف لوبون. سيكولوجيا إيش معنى سيكولوجيا؟ هو التصرف العقلي والنفسي للشخص. هو الآن يقول إحنا بعصر الجماهير, فعلا هذا الكلام كتبه قبل 150 سنة. الآن في مصر ماذا حدث؟ الثورات في تونس, في ليبيا, الثورات. شوف أنا لما أقول لك الكتاب جميل, ولا أتمنى الأخوان اللي ما يقدر يقرأ وما عنده وقت يشوف الحلقات اللي تكلم عنها أستاذنا فالح الرويلي أبو صلاح في أظن حلقتين أو ثلاثة, عن حلل الكتاب وبين أشياء كثيرة فيه. ما عندي وقت أطول, لكن حنا يا أبو صلاح دخل وقتك, عندنا وقت, بس أنا ودي الناس يعني كيف نجذبهم لقراءة هذا الكتاب؟ أبدا نجذبهم, وقلت لك من خلال أول شيء أنه هو أول من كتب عن سيكولوجيا الجماهير. بعدين ترى هو كتاب يتكلم عن أي شخص لديه الرغبة في قيادة فصل, حتى الفصل هو في الأخير جمهور طبعا. يعني أعطيك مثال, أنا في أحيانا أشياء أنت تستحي تتصرفها, لكن مع الناس تقدر تتصرف. الأنبياء رحمة الله عليهم كانوا دائما يروحون في الصحراء يتأملون في غار حراء في كذا, لأن التفكير وسط الجماهير ما تقدر تفكر, أنت تمشي بعقلية المجموعات أو القطيع كما يسمى, لكن ما تتأمل إلا إذا صرت لحالك. حتى الدكاترة الكبار لما يدخل وسط الجمهور خلاص يصير الغواء. بعدين الجمهور لا تتصور أنت إنه ناس بشريين محسوسين, لا, الترند حق تويتر هذا جمهور. أحيانا أنت تختل توازنك لما تشوف الترند كله مثلا ضد الإخوان, وانت ما انت ضد الاخوان تقول انا اكيد فيني شكك بعقلي, ليش انا ماني زيهم؟ يخوفونك احيانا. حتى البنات الان, البنات لما تكون الوحدة لحالها تلاقيها مؤدبة, تكون مع مجموعة بالفصل ممكن يضربون المدرسة بالطبشور, يأذونها كذا. عقلية الجماهير, شوف افلام واجد تضحك. لا 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 والله لا, انا حتكلم لك هنا عن الكتاب. الكتاب هو اللي يقول. بعدين تعال شوف مثلا هو في الفصل جميل, اللي يتمنى اللي ما عنده وقت على الاقل شيء يقرأه. يقول ما العوامل المباشرة التي تساهم في تشكيل آراء الجماهير؟ أولها الصور. شوف الصور, ما قال كلمات, الصور, بعدين الكلمات, بعدين العبارات, الشعارات. طبعا أنت تتكلم عن الجمهور, تتكلم عن جمهور نازي, تتكلم عن جمهور مسلم, تتكلم عن جمهور مسيحي. عقلية الجماهير كما قالها غوستاف لوبون واحد. بعدين هذا الرجل طلع على حضارة العرب, له كتاب اسمه حضارة العرب للمؤلف نفسه. أنا أتمنى الكتاب هذا تقرأوا الجهات الرسمية, ويقرؤونه أهل الرأي, ويقرؤونه أهل الجامعات, حتى يعرفون ماذا تعني. يعني هذا الكلام أنا قلت لك قبل 150 سنة. يعني غوستاف لوبون ما يدري عن تويتر ولا يدري عن الفضائيات, كان يعيش في حياة بسيطة وقال هالكلام. إحنا الآن نعيش الصورة. يعني أنت مثلا صورة محمد الدرة الشاب الفلسطيني ذا كيف غيرت العالم, الطير اللي ما قدر يطير لما صدام ضخ البترول في البحر, الزيت في البحر وما قدر يطير, أثرت على الرأي العام. صور كثيرة تأثر.
أنا أوصي بهذا الكتاب بقراءته مرة ومرتين وثلاثة، أنا قرأت يمكن 4 مرات رغم أني ماني بحرص على الجماهير، لكن أحب جمهور الاتحاد. أنت حريص على الجماهير؟ تبغاني أقول أن الجمهور حريص عليك كذا وأعطيك الجو يعني؟ لا والله تقول والطول يا مسعد، قولها يا أخي اجبر بخاطري. الجمهور حريص عليك وأنت حريص على الجمهور. نروح إلى عبارة الأسبوع، انطاعك الزمان. لا عبارة الأسبوع تماسك، إذا أعطاك الزمان ليمونة ضع عليها سكر. تفضل. شوف هذا دائما المثل يا ابو سعد يحطونه في الايجابيه، انا اتمنى، شوف للامانه احنا في السعوديه تنقصنا الايجابيه كثير، يعني انا زي ما قلت لك قبل شوي انه دائما نفكر في العوائق، مثلا واحد بيسافر قال لك والله الطريق زحمه، لا تفكر في العوائق، دائما فكر في في في, في, في الايجابيات، هذه تعلمتها من صديقنا ابو عبد الله الله يذكره بالخير، دائما يقول دائما لا تفكر في العواقب، لانه انت اي شيء تلاقي فيه عوائق. يعني مثلا خلينا نقول صلاه الفجر بالشتاء، والله عوائق انه المويه بارده والمسجد بعيد والدنيا بارده، هذه عوائق، لكن انت لما تتذكر الحسنات تتذكر المكافاه تنسى الاشياء هذه. هو يقول لك الان جعتك الله الزمن ليمونه، عندك ليمونه امامك امرين، يا ترميها يا تتحمل حموضتها، في حل ثالث انك انت تعصرها وتحط عليها شويه سكر يطلع لك عصير ليمون سائغ بارد تشرب وانت مروق. هذه الايجابيه اللي نتكلم، ترى في ايجابيه عند الناس سمجه انه تفائل 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 بدون اهداف ما ينفع. تفائل يعني واحد والله يقول لك ما لقى وظيفه، تقول له قدمت؟ لا والله ما قدمت. يا اخي متشائم، طيب انت قدم، سوي اللي عليك وصدقني، زي ما قال ابراهيم الفقي الله يرحمه استاذ تطوير الذات، يقول العقل مثل المغناطيس، العقل انت تبغى وظيفه تبدا تتجمع الدوائر حقات الوظائف لين تجد وظيفه، احتمال انك طول شوي، ودائما يقول لك انه كل ما صار الليل اكثر ظلمه كل ما قرب الفجر، يعني كل ما تعبت اكثر تاكد انك انت قربت الوصول. مشكله الناس لما يبقى له 5% ويصل للهدف يكون يائس وتعب. انا اتمنى نشر الايجابيه المثمره الصحيحه، مش الايجابيه اللي واحد متبدد زيك وقاعد يقول الله يجيب مطر، لا الله يجيب مطر يبغى دعاء يبغى صلاة استسقاء، مو بس كذا جالس والله يجيب مطر. طيب نروح لبيت القصيد أحسن. نروح إلى بيت القصيد. بيت القصيد مناله. طيب بيت القصيد هذا الحقيقة قصيدة طويلة للمتنبي بعد ما كثر الكلام حوله والناس وكذا، هو تعالى على الناس وبين، وأنا صراحة مثلك يا أوقات. لا أنا شوف أنا يعجبني المتنبي، رغم أني أنا رسالة الماجستير حقتي كانت الشكوى عند الإنسان والمتنبي نموذج عليها، المتنبي شكاي بكاي، لكن هنا كان عنده غرور وتعالي، قال ثقة يمكن أي وثقة طبعا ما في شك، هو أبرز شاعر انتجته اللغة العربية المتنبي، أنا في نظري طبعا ويمكن يحتمل وجهة نظري تحتمل الخطأ، لكن على الأقل أنا مقتنع فيها أنه صواب 100%. هو قالوا له الشعر الجاهلي وما أدري إيه واللي قبله، قال كلهم ما هموني، ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحري بابل، وحتى بابل على السحر. وإذا بعدين شوف البيت اللي بعده اللي محكحك مزبوط وبدأوا الناس يتكلمون فيه عند سيف الدولة، قال وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، يعني ترى هذول الناقصين والجهلاء إذا سبوني ترى هذه شهادة أني كامل. أنت متى تخاف يا أبو سعد من أهل المهنة؟ لما ينتقدك أنت واحد إعلامي متخصص، ينتقدني واحد كاتب أنا أخاف. لذلك دائما الناس اللي يتكلم بدون وعي أو بدون آليات لا يهمك. والشاعر العربي قال قبل كذا، قال خلينا نذكر، إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لآمها، أنا يهمني كرام العشيرة الناس الأسوياء الناس الطيبين، أما خلينا نقول اللي في نفسه مرض ولا شيء، وهذا الكلام حق المتنبي. وإذا أتتك قال في سيف الدولة مباشرة، قال ذول الناس يقولون المتنبي متشاعر شعرور ما عنده مفراس وشعر ما من جنبها ألفاظ المعاصرة، بس هم كانوا يقولونها بلغة أرقى شوي. قال أبدا، وإذا أتتك بذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنك، شوف حول كلامهم إلى شهادات له. وهذه ما بطول ولا عندي أدلة لليل، يعني أحمد شوقي حطموه وقال له محمد الوهاب اجمع كل ما كتب عنك وضعه تحت قدمك وصعد عليه وطول شوية، هي العكس. أيوة. أحمد شوقي قال يعني قال العبرة بالفكرة ولا أخوكت لا تتتبع سقطات العلماء. طيب فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم من جديد. نروح يا دكتور الى الفيديوهات، ناخذ اول فيديو.
ايش؟ دميه ولا حقيقه؟ لا حقيقه. والله يا اخي ما حقول مذكرني بطفولتي لانه انتم تحطمون الواحد بلا يذكرني بطفولتي. طيب بس جميل. ناخذ المقطع اللي بعده. بأن الأمهات كنا أحيانا يقضين اليوم بطوله إلى جانب أطفالهن لتشجيعهم على الدراسة. يقال أن في إمارة الشارقة هذا الفيلم التسجيل القديم. يعني شوف يا أبو سعد لما تشوف هالمشاهد صراحة يعني تدمع العين من الجمال اللي فيها الأخ هذا. يعني خلينا نتكلم عن أمي وأنا أتكلم عن أمي عن كل أم، كل أم هي أمي. أتذكر وأنا صغير أمي ما درست بس حافظ أشياء كثيرة من القرآن الكريم، فكانت تحفظني تبت يد أبي لهب وتب، وكانت تتعب مسكينة زي كذا تحفظني مرتين، فتسألني تقول لي يا أحمد قول الصورة، أقول والله ما أدري، اللي تشيل الحطب وتمشي السيارة تشيل الحطب وتمشي، يعني أنا أشوف سيارة الحطب هذا اللي أتصوره أبدا. كانت أمي زي أي أم لما أثناء الاختبارات تقعد مع الأولاد رغم أنها ما تقرأ ولا تكتب بس قاعدة كنوع من الدعم اللوجستي لهم. فالله يحفظ لنا أمهاتنا ويجزاهم عنا خير على هذا العطاء. يعني هذاك الشاعر العراقي الصغير اللي يقول أمي ما دارسة لكنها أحسن من الدارسات، يعني يكفي حنان الأم. ولذلك اليوم كنت أقرأ مقولة شكسبير يقول كل حب في الدنيا يا شيخ إلا حب الأم لولدها فإنه يكبر مع الأيام. شوف العظمة، يعني دائما الحب دائما يبدأ يكبر يكبر بعدين يا شيخ حب الواحد للأكل، حب الواحد للسفر، إلا حب الأم يظل مستمر إلى الممات ويزيد. نعم. نروح إلى المقطع اللي بعده. تعرف الضبي؟ إيه؟ تعرف الضبي طال عمرك هذه الشاجر؟ شاجر هذه والمحسم هنا هتشوف أقوم على الشاجر لما أقول بكذا هم أقوم عليهم وحط الجنب وبكذا ها 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 بقيت يسعى بو والله ما تعرفون أنتوا يا الشباب. طيب لرنب إذا كان مثل أول هذا هو مثل هضيلة تعرف الهضيلة اسمعها كبيرة ها ها مثل الحين شفتها لا قبل أنا ما تعرف مثل الحين تكتب هو أنا مشي لا شفتها وكذا عاش العوان أرنب غزال يعلم الجيل الشاب الجديد حيوية. حلو والله حيوتي، بس تعرف أنا تحفظي على الصيد هذه أقدم مهنة عرفتها البشرية ولذلك الحمد لله ربنا أغنانا عنها ولا أتكلم فيها وبحياتي ما قد صدت ولا أصيد أبدا. أنت يمكن لك شغف بهالأمور يا أبو سعد لكن أنا الحمد لله أنا نباتي وإذا تحيت يسك نباتي. طيب ما بعلق أنت الصيد الجائر. خلينا نأخذ آخر مقطع بالفيديوهات اللي هو فن الفقراء نتابع. يحلق بالاقتصاد. يا سلام يا سلام، جميل. شوف قلت لك الحاجة أم الاختراع يا أبو سعد. طيب نروح إلى سولو بريك، فاصل قصير جدا ونعود لكم بعد قليل. معقول حماتي بتغسل واحنا ما بنسوي شيء؟ عنك يا خاله، هذا وسخ مو عادي، يبغالي خلطه هنادي. شوي 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 حبيبتي، صبي وضعي له القياده. بس اقول البحر يحبه زياده. هاي
كيف بس؟ أمه اتفاجأتوا؟ هذا بياض قايد الأنصع اللي بيض الوجه بدون خطوات إضافية. نورتونا يا بنات. نايت في الغسيل ما في مستحيل. أهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لهذا المساء. قصة أغنية أو أغنية الأسبوع يرويها كالعادة لكم الدكتور أحمد العرفي. شوف أبو سعد، من قدر الله أنك أنت اليوم حتكون شاهد على الأغنية أو أحد الأطراف، لأنه هي أغنية وهم وحولها جدل كبير. محمد عبده أبو نورة في رمضان في أهل رمضان طلع معاك وقال أن الأغنية جات له من عمر كدرس وأنه غناها واشترط موافقة الأستاذ أبو بكر سالم. هذا أنت شاهد عليها ولا لا؟ أنا رجع حسي الصحفي وصرت أنبش اليوم وأمس في المعلومات. كلمت أحمد أبو بكر سالم صديقنا المشترك ابن أبو بكر فناننا العظيم وسألته على الموضوع. قال لي شوف يا أحمد، أبوي طلب من رفيق عبد الجليل الله يرحمه كلمات. قال له أنا أعطيك كلمات بشرط أنك مش أنت تلحنها، أنت غنيت لي 6 أغاني فأبغى أجرب. فأعطاها عمر كدرس أبو بكر، أعطاها عمر كدرس الله يرحمه. عمر كدرس لحنها، أعطاها لأبو بكر، أبو بكر طلب تعديل. يمكن أبو عمر كدرس الله يرحمه ما ناسبه هالموضوع ذا، فأعطاها محمد عبده. محمد عبده كما يروي أحمد ويقول أنه أصيل جدا، كلم أبوي يوم العيد ليلة العيد وكان أبوي مشغول في إصلاح البيت، ردت عليه أمي فقالت له مين أنت؟ قالت محمد عبده. قال أبو ياسر، يقصد محمد عبده يماني وزير الإعلام. أبو ياسر قال لا أنا محمد عبده الفنان. قال له أنا مشغول وذا محمد عبده. هذا كلام أحمد أبو بكر سالم، عشان إذا رويته فأسند كل الأشخاص موجودين أحياء. محمد عبده مل من الاتصال فاعتبرها زعل وغنى الأغنية. هذه الرواية اللي تقال. اتصلت على فارس عبد الجليل ابن الشاعر وسلم عليك اليوم العصر، قلت له وش القصة؟ قال لي القصة أنه فعلا أبوي أعطاها لأبو بكر وأنه وإنه وإنه لحنها مع قعد سنة ونص أبو بكر يلحن، عمر كدرس الله يرحمه يلحنها، لكن في الأخير راحت الأغنية محمد عبده. ما يهمنا في الموضوع، الأغنية غير شرعية حتى الآن، لكن أحمد يقول لي يقول أبوي يقول مدام غناها محمد عبده فاكتسبت الشرعية. فارس يقول إلى الآن الأغنية لا تغنى في الكويت، وطلبوا مني محامي محمد عبده في الكويت طلب اني انا اعطيه تنازل، يقول ابوي الله يرحمه رفض يتنازل بناء على الموقف هذا، كان غاضب واحنا ما نقدر نتعالى على الوالد الله يرحمه ونعطي تنازل. الى الان الاغنيه غير شرعيه، اما الاغنيه فهي جميله جدا. يقول وهم كل المواعيد وهم، تعب كل المواعيد تعب، باسم الحب باسم الشوق مأساتي معاك تزيد، وتم بعيد وتم تذم بعيد، وتم مثل الحزن أنطر سحابة عيد. وهم كل المواعيد وهم. ظهر رحمة الله على شاعرنا الكبير فايق عبد الجليل الله يرحمه، ويظل محمد عبده قامة كبيرة. نعم، وأبو بكر منهم وأبو بكر سالم بالفقيه قامة كبيرة ورموز ورموز. نعم. والملحن رحمة الله عليه عمر كدرس أيضا قامة لحنية كبيرة. وشكرا لفارس اللي مدنا بالمعلومات. فارس طبعا دائما مدنا، وأحمد أيضا. نعم. عموما الكاسب هو الجمهور. نعم، ودائما الأعمال الجميلة تبقى خالدة. وفارس يقول أنا سعيد أنه غناها لأن محمد عبده أداها بشكل مخيف، وقال بالحرف الواحد قال أغنية تدرس. نعم. نعم. شكرا لك دكتور. يا أهلا. شكرا لكم أنتم دائما دائما لأنكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا. نلقاكم في أمان الله. كل باسم الحب باسم الشوق مأساتي معاك تزيد، باسم الحب مأساة